السلام عليكم ورحمة الله أصدقاء وحبايب علاء الدسوي. النهاردة هنتكلم عن الولادة في دولة الأرجنتين، بمعنى إن أب ومراته دخلوا فيزا سياحة والزوجة حامل. هكلمك على الولادة، ولكن ملحوظة مهمة جدا جدا قبل ما أخش في الفيديو أصدقائي. في ناس بتجيب الفيزا وبعدين تبعت المدام تولد وهو موجود في بلد الأم ومشغول وعنده شغل. انصحك ما تعملش كده، ولا عن طريق الوكالة كمان، لان الزوجة لو ولدت صعب هتسجل البيبي باسمك، صعب جدا صدقني، لازم تكون موجود. ما حدش يقول انا مشغول انا عندي شغل في بلد ويبعت زوجته تولد، الموضوع صعب جدا. ماشي. طيب، الولادة في دولة الارجنتين. الارجنتين، وانا عملت فيديوهات كتير عن الارجنتين تحت اصدقائي، وانصح بكل شخص بالارجنتين. ليه؟ الارجنتين الولادة فيها بتكون مجانيا، فيها مستشفيات حكومية وايضا فيها مستشفيات خاصة، بمعنى ان مراتك لو ولدت في مستشفى حكومي كل حاجة بتكون مجانا. ماشي. والطفل بيتولد بياخد الجنسية مباشرة، ولكن لو ولدت في مستشفى خاص بفلوس، والمستشفيات الخاصة كتير جدا جدا. ماشي. طيب، واحد يقول لي عم علاء تقدر تولد وهي تأشيرة سياحية في مستشفى حكومي؟ ايوه يا باشا تقدر تولد وهي تأشيرة سياحية في مستشفى حكومي. ازاي بقى؟ ده ما معاش إقامة. ايوه يا حبيبي، ما في حاجة اسمها تأمين طبي دولي يا بابا. ماشي. في حاجة اسمها تأمين طبي دولي، ده لازم يتعمل، لازم يتعمل اثناء السفر. ما تقلقش ما تقلقش، الزوجة هتولد في مستشفى حكومي. طيب، واحد يقول لي يا عم علاء طب انا مش عاوز مولدها في مستشفى حكومي. صدقني المستشفى الخاص هنا زي الحكومي بالظبط، مفيش فرق، بمعنى ان الطفل بيتولد بيكون فيه اهتمام ورعاية فوق الخيال في المستشفى الحكومي، وفيه اهتمام برضو زي المستشفى الخاص بالظبط هو والأم. الولادة في المستشفيات الحكومية مجانية تماما، ولكن الولادة في المستشفيات الخاصة بتكون بفلوس زي ما قلت لك. خلاص. وكمان أول ما الطفل تولد بيقدموا له هدايا وبيقدموا له ملابس وحاجات زي كده، وبرضو الحليب. ماشي. ولكن بتختلف من مدينة لمدينة، يعني الهدايا بتختلف مدينة لمدينة أصدقائي. يعني مثلا العاصمة غير المقاطعات البعيدة، العاصمة فيها تكثف وزحمة، حتى المستشفيات بتلاقي عليها زحام، لكن كل ما تبعد العاصمة كل ما ترتاح في كل حاجة. صدقني كل ما تبعد على العاصمة كل ما ترتاح في كل حاجة، وأنا وضحت في فيديو تحت إيه كل حاجة بمعنى زي إيه. خلاص أصدقائي. فالطفل بيتولد في مستشفى حكومي أو في مستشفى خاص، ولكن في رعاية في المستشفى الحكومي زي زي المستشفى الخاص بالظبط، ما تقلقش. ماشي. طيب، بعد ما الطفل بيتولد ايه اللي بيحصل؟ بيتم تسجيل الطفل، بيتم تسجيل الطفل وبيطلع له شهادة ميلاد خلال 15 يوم بالظبط. خلال 15 يوم بالظبط تكون مطلع شهادة الميلاد للطفل. ماشي. وبموجب شهادة الميلاد انت والام بتروح وحاجة وزارة الهجرة، حاجة اسمها الميجراسيون. الميجراسيون ده اصدقائي وزارة الهجرة، تاخد شهادة ميلاد الطفل وتروح على هناك وبتحصل على الإقامة مباشرة. ولو معاك أولاد تانيين غير الطفل اللي اتولد جيبهم معاك، بياخدوا الإقامة بموجب الإقامة بتاعتك. يعني الطفل بياخد جنسية وإقامة. ماشي. الطفل المولود الأب والأم بياخدوا إقامة بموجب الطفل المولود، شهادة الميلاد. الأطفال التانيين بياخدوا الإقامة من الأب والأم. يا رب أكون وضحت الأمور، ويا رب أكون وصلت لك المعلومة بكل مصدق. شايفين المية اصدقائي؟ المية اشتغلت اهي ما شاء الله. شايفين؟ شايفين الجمال والروعة؟ شايفين اصلا الطبيعة والحدائق؟ العاب الاطفال قدامك مجانا في الحدائق على الشارع العام. هناك كله مجانا يا اصدقائي، التعليم مجاني والصحة مجاني والصفات مجانية، كل حاجة. الارجنتين افضل بلد في العالم حرفيا، جنة الله على الارض. ماشي. ولو محتاج اي حاجة يتواصل معايا اصدقائي، وفي ناس كتير بتشوف الفيديوهات ومش مشتركة في القناة، اشترك في القناة وفعل الجرس وانتظرونا في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.